واحنا بنتكلم مع حضراتكم عن تداعيات الموجه الحاره في اغلب محافظات الجنوب والوسط بصعيد مصر، كان لازم نعرف ايه اللي بيحصل في محافظه الوادي الجديد، ازاي المحافظه اتاثرت من تداعيات هذه الموجه الحاره، خصوصا طبعا الزراعه، لان زي ما حضراتكم عارفين الوادي الجديد من المحافظات المثمره والغنيه بالزراعات المختلفه في مصر. ده يمكن هيخلينا نسال ونستفسر، يا ترى حصل تاثر بسبب تداعيات الموجه الحاره دي على الوادي الجديد، ازاي المزارعين قدروا يتعاملوا مع ظروف الموجه اللي وارد تستمر لفتره في الفتره القادمه. كل ده هنجاوب عليه دلوقتي من ضيفنا الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الوادي الجديد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور استاذه منى. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه قرب العيد الاضحى المبارك. الوادي الجديد الحمد لله حاليا طبعا في زي ما قال الزملاء السابقين ان في غرفه عمليات دائما 24 ساعه. الحمد لله كان السيد محافظ ادى توجيه لقطاع الزراعه وقطاع الري، قطاع الزراعه ان هو يتواجد دائما بجوار المزارعين كوحدات زراعيه، مهندسين في مرور دائم على الزراعات. الحمد لله الفتره دي فتره ما بعد حصاد القمح وبدايه الزراعات. طبعا زي ما انتم عارفين حضراتكم بالنسبه لوزاره الري الاهتمام لو في يعني اصلاح اي اعطال الابار، زي ما انتم عارفين ان محافظه الوادي الجديد تعتمد على المياه الابار والعيون والابار السطحيه، فالحمد لله يعني الحمد لله قلما تلاقي في اعطال، وعلى طول بتتجاوب وزاره الري قطاع الري بالمحافظه باصلاح الابار فورا. برضو قطاع الزراعه مهتم جدا جدا، بنعمل ندوات ارشاديه بنمر على المزارعين على اساس ان هم بنخفف من حالات طبعا موجات الحراره وازاي نتعامل معاها. زي ما انتم عارفين ان ارتفاع درجات الحراره بيسبب انخفاض في معدل البناء الضوئي وارتفاع معدل التنفس وبيعمل خلل فسيولوجي في النبات، فبيؤدي الى ان هو بينقص عمليه امتصاص طبعا المياه والعناصر من التربه، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا طبعا دلوقتي ندي ارشادات للمزارعين عامه، سواء صغار المزارعين او طبعا المستثمرين بيبقى عندهم فكره اكثر واكبر في ان هم بيتعاملوا مع محصولهم بطريقه جيده، ولكن احنا المستهدف هم صغار المزارعين ان احنا بنخليهم يرووا دايما في الصباح الباكر، بنحاول نقول لهم بلاش فتره الظهيره وحتى طبعا قبل المغرب. طبعا في بعض الابار بتشتغل بالطاقه الشمسيه، فبنحاول بقدر الامكان ان هم ايضا بيبقى فتره الظهيره ما بيبقاش فيه ري عشان ما يحصلش طبعا بيحصل توقف او بيبقى في خلل بيحصل في عمليات الامتصاص، فبتؤدي طبعا الى مشاكل في بالنسبه للنبات. ايضا اوصينا برش النباتات سواء الخضار او المحاصيل اللي زرعت او الفاكهه بالسيليكات طبعا البوتاسيوم او البوتاسيوم فوسفيت. ايضا برضه بنرش بالاحماض الامينيه، بنرش بالمحفزات النمو، بحاول بقدر الامكان طبعا التبكير في عمليه الزراعه مهم جدا جدا. بالنسبه للنخيل وده المحصول الاستراتيجي بتاعنا، واحنا الحمد لله عندنا دلوقتي اكثر من 4 مليون نخله، يعني بنهتم جدا جدا حاليا دلوقتي في مرحله ما بعد الخف وعمليه التقويس ثم عمليه الزماط. دايما ايضا بنشوف بنرش بمبيدات الغبيره اللي طبعا الاكاروسات بتبقى تنتشر في ارتفاع درجات الحراره حاليا دلوقتي. عندنا برضو دوده البلح الصغرى ايضا بتنتشر في المنطقه اللي هي بيسموها ثاقبه العراجيل، ودي مهم جدا جدا ان احنا نتعامل ونتفاعل معها. والحمد لله يعني لغايه دلوقتي احنا كنا في مرور الاسبوع اللي فات على جميع مراكز المحافظه ومعايا الساده مديرين الادارات الفنيه، الحمد لله ما فيش اي مشاكل، وبنحاول بقدر الامكان وحداتنا الزراعيه وادارتنا الزراعيه مفتوحه، والحمد لله مركز بحوث زراعيه موجود، مركز بحوث الصحراء، كل قطاع الزراعه، وطبعا توجيهات معالي وزير الزراعه دائما وابدا يوميا برضه من خلال غرفه عمليات ما بين وزاره الزراعه ومحافظه الوادي الجديد والقطاع الزراعي، مهتمه جدا جدا ب يعني ايه التأثيرات اللي بتحصل مع لو في اي حاجه بنتدخل ان شاء الله. طيب دكتور مجد، اتعلمنا من حضراتكم انه دايما ارتفاع درجات الحراره بيؤثر على النباتات قبل التزهير، ايه المزروع دلوقتي عندكم في المحافظه ولسه ما وصلش لهذه المرحله؟
لا حضرتك احنا زي ما انت حضرتك احنا بالنسبه لنا الوقت بالنسبه للمحاصيل الحقليه عندنا زرعنا الذره الشامي يعني حوالي بتاع حوالي 2500 فدان. عايز اقول لحضرتك ان احنا بنزرع في الصيف حوالي السنه اللي فاتت كان حوالي 80,000 فدان، ولكن كانت يعني احنا بالنسبه لنا بنزرع المساحه الصغيره بنوصل لحوالي 6,000 فدان في الموسم الصيفي، ولكن احنا بنبدا الزراعه الحقيقيه للذره الشامي اللي هي طبعا اغلبها بيبقى الصفراء اللي تخش في الاعلاف الدواجن والماشيه، بنزرع المساحه الكبيره في بدايه شهر اغسطس طبعا بعد انخفاض درجات الحراره ودرجات الحراره بتستقر. عندنا عباد الشمس برضو بنزرعه يعني بنزرعه في اول ابريل، فبيبقى يعني النبات بيكون تخطى مرحله زراعنا حوالي 500 فدان. دخل عندنا القطن برضو يعني في محاولات لزراعه طبعا اصناف طويله الطيله في المحافظه في الفرافره وفي الخارجه، وايضا بيزرع في شرق العوينات في الشركه الوطنيه مساحات من القطن قصير التيله، فالحمد لله ما فيش. عندنا الفول السوداني بنزرع مساحه كبيره بتصل الى حوالي 50,000 فدان بدانا نزرع. فالكل يعني حاليا دلوقتي زراعات في مرحله الانبات، مرحله لسه ما قبل التزهير وما قبل يعني ما فيش عندنا خوف. بقيه المساحات حاليا دلوقتي الفول الصويا السمسم لسه احنا زارعين يعني، فما يعني ما فيش تاثيرات قوي الا اهم حاجه عمليات الري لازم تبقى في الصباح الباكر، نهتم بعمليه الرش بالمحفزات النمو على اساس ان هي تتحمل النباتات تتحمل درجات الحراره العاليه. عندنا البطاطس برضو ايضا في العروه دي بنزرع مساحات قليله جدا جدا، يعني زرعنا حوالي 2500 فدان. الطماطم برضو مساحات محدوده، دايما عندنا في الصيف الخضار بيبقى محدود شويه على اساس ارتفاع درجات الحراره، ولكن احنا اغلب الزراعات عندنا في الصيف بتبقى اعلاف الصيفيه. وعندنا طبعا اهم محصول هو الفول السوداني والذره الشامي، ده من ضمن المساحات الكبيره جدا جدا اللي بتتعدى الالاف. فيعني الحمد لله الذره الشامي بنزرعها في فتره اوائل اغسطس في العروه النيلي على اساس ان هي بنعدي مرحله، لان طبعا الذره بالنسبه للكيزان طبعا بتبقى في مشكله في عمليات التلقيح والاخصاب وتكوين الحبوب على طبعا الكيزان نفسها. تمام، كل شكر لحضرتك دكتور مجد المرسي عوض وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الوادي الجديد، شكرا جزيلا يا فندم.